يجب أن يدرك الجميع أن كل قانون أساسي يصدر يتبعه ضرورة، وبالضرورة يتبعه نظام تعويضي جديد. وبالتالي فبعد الانتهاء من إن شاء الله وإقرار هذا المشروع سيكون قانون، سيكون نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للإسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وبطبيعة الحال المساس بالتصنيف وإحداث الرتب ستكون هناك إضافات، يعني زيادات في الرواتب، يعني هذا إضافة إلى الرواتب، إضافة إلى الإضافات المهمة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية.